أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا يقول: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما ويقول: أعوذكما من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. والسؤال: هل يلزم أن أضع يدي على الطفل عند تعويذه وهل لو كان الطفل في مكان آخر فإن التعويذ يصل إليه عندما أعوضه؟ نعم، التعويذ يصل إليه ولو كان في مكان آخر، وليس من لازم ذلك أن تضع يدك عليه، لأن هذا لم يرد في معالم الحديث ما تضع يدك، إنما هذا ورد في الرقية، ورد في الرقية أنه يضع شيء من التراب وينفث على الجرح وعلى الإصابة وينفث فيه ويقول: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. هذا الذي ورد. نعم. سؤال في الرضاعة. كذلك إذا أحس الإنسان بنفسه بألم في نفسه إنه يضع يده عليه ويدعو بالدعاء الوارد، يضع نفسه على الموضع الذي يؤلمه من جسده ويدعو بالدعاء الوارد. نعم.